السلام عليكم خوتي، اينما كنتم وحيثما وجدتم. دائما احنا في هنا اليوم، رانا في الريف الجزائري مع قنفذ جزائري. كما راكم تشوفوا جماعه القنفذ وقنافيل، هذا هو القنفذ. في الليل يعني هذه تخرج في الليل بياكلوا، ياكلوا النمل والحشرات وبعض الاعشاب على ما اعتقد. السلام عليكم خوتي، هذا ابن القنفذ، هذا قنفذ صغير. يخرج برا في فصل الصيف كي حينما يكون القمر، يخرج به يتغذاه كما قلت لكم على الحشرات، على النمل الى اخره. وهذا يعني هو يقتل الثعبان. كيف ان الثعبان يضرب هذا القنفذ، والقنفذ عنده شوك. الشوك هذاك هو اللي كما راكم تشوفوا، هذا الشوك يضرب فيه الحنش، والحنش من بعد يموت. هذا من بعد ياكل القنفذ، ياكل الثعبان. الوحيد اللي ياكل القنفذ هو الوسم كما سموه الذيب، كرمكم الله. كيف ياكلوا؟ يبول عليه ومن بعد ياكلوا. يعني هذه فقط معلومه للناس ما يعرفوهاش، الناس ربما اللي ما يسكنوش في القرى. اهل القرى يعرفوا هذه الاشياء وهكذا اخوتي. فقط يعني هذا وقف دعير، نقدروا قلبهكم وتشوفوا يعني وجهه وهكذا. شوف هذا صغير، قنفذ صغير. أو من بعد يولي في الكرة. ها ندور، ها يولي في الكرة. ها هكذا أولاه تاعو، ها وكفيت أوجه هكذا، وديرو في الماء وتاخذو ديرو في الماء ويتحل. من بعد يجري يجري يجري، وبعد كي يطلقو يمشي ويروح وهكذا. يعني فقط يعني مجرد فيديو صغير، إن شاء الله يكون ينال إعجابكم. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبط هبط، آخر لقطة.